السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخي. طبخ حيل وتدابير مع منى. اليوم راح نديرو جوست واحد الكاطو ما يطيبش سون كويسون للولاد الصغار فيت في، سورتو لي باغ اكزومبل ولادها بغاو حاجه حلوه، بغاو ان كاطو ولا بغاو ان ديسير، وهي تسمك شغل تعبانه وماش قادره ميم با توقف وميم با تعاود دير من دارها وجديد. اذا انا قلت ندير ان شاء الله نشارككم واحد الوصفه خفيفه ظريفه سهله باهله نتاع الكاطو اللي ما يطيبش، جوست نغمسوه في الشوكولا اي سي تو، كيما نقولوا اي سي بون سي فيني، وياكلوه الاولاد بالصحه والهنا. لهذا الكاطو ان شاء الله نحتاج زوج باكيات نتاع هذا النوع. انا هذا بون كيما تعرفوني انا نشتي الشوكولا بزاف، درت تسمى درت خيرت لو فوغي كريم دو كاكاو، تسمى الي كاكاو بوكو بلوس، فيه لو كاكاو بوكو بلوس اكثر من لا كريم دو شوكولا. راك تشوفي فيه بون مارون هنايا. اذا عندي زوج بطاط من هذو، عندي 113 غرام تاع فروماج بلون، ها وشيه نسحق برك هذا المول. هذا المول لا ما عندكش تقدري تديري تو كونفيكسيون كويرات هكاك وتخدميهم نورمال. انا هذا يبقى من فاسيليتي لا شوز باش يعني جو كومبليك با ليكزيستونس، نديرهم هكا مع بعضهم و ابو الاخر قالش الاخر جوبتيان اون بول فوالا من غير ما نكورها بيدي. سي تو سكيليا ما كانش يعني مشكل، كان ما عندكش ماشي مشكل. وبيان سور نحتاج هاد القاقش باش نزين بهم هذاك لو بوتي غاتو سون كويسون. بيان سور راح نحتاج اون مولينات، دونك لا بروميير ايتاب واش حندير، رايحه نرحي هذا الكاطو هنايا في لامولينات. اذا نرحيه ونعاود ان شاء الله نوري لكم. الوغ هاو ياكي لو كاطو تاعنا هذاك لو بيسكوي، بعد لا كنا رحيناه في لامولينات. واش ندير، رايحه نلوحو في دون ان ريسيبيون كيما رانا نشوفو، رايحه نلوح عليه هذوك لو فروماج 113 غرام 113 غرام فوالا، ونحاول ندخلهم كامل المكونات في بعضها. تري بيان، رايحه فاسيلمون نتحصل على عجينة كيما راكم تشوفوا. فوالا هاي ليك تري بيان. دونك بيان سور نغسل يديا ونعاود نولي ليكم. اذا بعد غسلت يدي رايحه دركا شوفوا معايا، رايحه نستعمل برك المغيرفه هاي ليك فوالا، رايحه نعمر هذوك نتاع لو مول سيليكون. شوفوا برك لازم نعمرها مليح فوالا باش من بعد كي نغلقها تجيني سوا سوا. بون سمحوا لي لكن ماكمش راكم تشوفوا هكذا بانت لي سي بون فوالا. شوفوا معايا مليح فوالا، راني نهز فيها بالمغرفه بيان سور ونعمر باش ما نخمش برك يدي نوسخش يدي. اذا جست هكذا نكمل كافه الكميه، باسكو بعد حط تخليوها تسمى تريح في الفريجيدار مده ساعه، ايه مده ساعه. اذا نتلاقاو من بعد ان شاء الله. اذا ها هي كي لا كونتيتي هذيك اللي قلت لكم، صافي دو بواط، كل بواط فيها 8 حبات، صافي 16 بكل. ها هي كي لا كونتيتي اللي جاتني، راني درتها كامل في المول. هاو ليك واش تبقى منها، تسمى ما تبقاتش حاجه كبيره، تسمى لا كونتيتي راهي اكزاكت، يعني عندكم زوج بايت نتاع اوريو هذاك شوكولا، ماذا بيكم اللي يكون كاكاو تي هذوك هذاك بلوتو هاي لا تيكستور نتاعو، بعد لا يعني خلطناه مع ذاك لو فروماج بلون. تري بيان، دركا واش ندير، راح نغلق عليه هاوليك
نغلق عليه مليح هنايا ونتاكد باللي راه كل طرف يعني خش مليح في بعضه. فوالا وراح ندير لهم هذوك، هذا هو لو مولو يجيب هذو لي بيتي تيج لي بلوتو لي بيتي تيج هذو. فوالا هكذا، وهنا رايحين لازم ندخلو في الفريجيدار مده تاع ساعه. علاش؟ باش يشد بعضاه، يحكم بعضاه مليح، وباذن الله يحكم لاخر. اذا الى الثلاجه مده ساعه. عاوديك برك حبيت نوريه لكم كيفاش يعني جا. فوالا اذا نحطو في الثلاجه مده ساعه. اذا هاي ليك بعد لفاتت ساعه. اذا درك نحلو هذا، واش عندنا؟ عندنا لازمنا لو شوكولا. انا اخترت شوكولا اولي وشوكولا اسود. هاوليك هذا وقعد لي من المره اللي فاتت قلت نستعمله، وهذا نذوبه. بون جوفي لي فوندر تو لي دو ونجيكم ان شاء الله. بون ذوبت لي دو شوكولا هامية كيما بعضاهم، هم شويه سخونين برك. فوالا نبدا الان نحل بالعقل. بون نحيهم من نرتيريهم هامليك. حليوات بون هاو كيفاش يجيو. نورمالمون نزيد شويه نذوبها باسكو بردت لي شويه، مي معليش. ها للوليدات برك جوست يعني هالا هاي ليك كيفاش تجي. هاي ليك هالا هايلين يعني اللولات. نزيد ثاني الثانية. فوالا فوالا يعني جوست ما نفرحو الولاد برك وفيت في سورتو كي يحبو باغ اكزومبل حاجة حلوة ولا. فوالا سي تخي جولي اي سي فيت في يعني سمسم تقدري ديريهم الولاد. ها فوالا هكذا حتى نكمل لا كونتيتي ونتلاقاو ان شاء الله. اذا ها هي ان شاء الله نزيدو ندخلوها. بون هاني حطيتها هنايا فوق الصحن، تسمى فوق صحن التقديم. نزيد ندخلوها حوالي ربع ساعه ماكسيموم، يعني 20 دقيقه تكون شدت روحها الشوكولا. هاي بدات ديجا تبرد كما راكم تشوفوا، ونعطيوها للاطفال الصغار يتناولوها يعني هايله هايله وبصحتهم. نتلاقاو ان شاء الله. ها هي هذوك لي فريانديز نتاعنا، خرجناهم من الفريجيدار بعد لا كانوا شدوا رواحهم يعني بزايد. دركا ما علينا غير نمدوهم للوليدات ياكلوهم. ان شاء الله الى عجبتكم لا فيديو اشتركوا معايا في القناه، وديروا لي بزاف تما تفاعلوا معايا، ديروا لي بزاف لايكات، وربي يهنينا ان شاء الله الى ان نلتقي في فيديوهات اخرى. بارك الله فيكم على المشاركات وعلى المشاهدات، وبقوا على خير ان شاء الله.